السلام عليكم. الفيديو ده بقى هتكلم فيه عن شوية حاجات مهمة انا مقلتهاش قبل كده، زي ازاي بناخد input وازاي بنطلع out. تمام، هتكلم الاول عن ال input. هكبر الخط بس شوية. فين؟ اول حاجة عشان ادخل input بكتب هنا رسالة، تمام، وبكتب فيها اي حاجة، مثلا enter، او المفروض مش enter بقى، input. تمام، وهنا هيرجع لي الحاجة اللي انا المفروض ادخلها له. هنا دي مش لسه ما بتدعمش ان انت تحط سترينج، فبتحط له كاركتر فيكتور. تمام، لازم احط كاركتر فيكتور، مينفعش احط سترينج. تمام، دخل هنا القيمة. تمام، وادوس انتر، ايه بيطبعهولي. طيب اكيد انت مش هتستخدمها كده، يعني تحط متغير مثلا وتقول بيساوي وتقول له انبوت، تحط له ايه الانبوت بتاعك. طيب ليها ميزة ولها عيب. انا هخلو هنا مثلا 5، فالاكس عندي هنا بقت ايه، بقت ب5. طيب اللي انا بدخله هنا ارقام او اكسبريشن، بمعنى الاكس دي ممكن اعيد الكوماند ديت تاني. تمام، واقول له انتر، بس هنا مش هدخله بقى رقم، انا هدخله مثلا باي. تمام، هدخله راندوم، هدخله اي حاجه، اي اكسبريشن، اي فانكشن من اللي احنا قلناهم قبل كده ينفع تدخلها. هنا مثلا باي بقت ايه قيمتها، ايه باي، خلوا اي حاجه هنا من الحاجات اللي فاتت. تمام، المهم ان هي تكون حاجه ايه، نيومريك. طيب لو انا عايز ادخل بقى سترينج ادخله ازاي؟ نفس الطريقه اللي فاتت دي، بس لازم تعرفه ان اللي انت هتدخله ده ايه، سترينج. فبتيجي تحط له هنا اس. تمام، وادوس انتر، واكتب بقى السترينج بتاعي اهو. تخزن هنا عندي الايه، السترينج ككاركتر فيكتور يعني، بس انت ايه تقدر تعمل سترينج وتحطه ايه فيها، وايه وهيطبع معاك، هيطلع معاك. طيب ده الانبوت. في طبعا طرق انبوت تانية نتكلم عنها قدام، اللي هي بالفايل اي او، الفايل انبوت واوتبوت، دي حاجة تانية نتكلم عنها قدام. اللي انا عايز اتكلم عنه بقى دلوقتي هو ازاي باخد بعرض الاوتبوت. تمام، لما انت كنت تكتب اكس وما تحطش سيمي كولون، فانت بيعرض لك الايه، الاكس النوع بتاعها، ويعرض لك القيمه وبتاع. ده كده مش اوتبوت، ده هو كده بس ايه، بيعرض لك المتغير. تمام، لا احنا عايزين اوتبوت، يعني الطريقه البرنامج ده عاملها عشان تقدر تعمل اوتبوت عليه. هتيجي تقول هنا ديسبلاي، تمام، وتحط المتغير، بيعرض لك قيمه المتغير فقط. تمام اهو، فده الانبوت وده الاوتبوت. حاليا ده الانبوت والاوتبوت لسه على ايه، على الكوماند كده اللي هو تشوف الحاجه. تمام، في انواع تانية اللي هو الفايل انبوت واوتبوت هنتكلم عنها قدام، لان دي قصه تانية. طيب في عندي بقى حاجتين في موضوع السترينج انا ما اتكلمتش عنهم قبل كده. تمام، وما اتكلمتش عنهم بقصد يعني، عشان فيهم كلام كتير، تعال نشوفهم. عندي حاجه اسمها كومبوز و اس برنت اف. تمام، تعال نتكلم الاول عن اس برنت اف مثلا. تمام، دي بتعمل ايه؟ دي بدخل التكست بنسق معين، يعني بنسق التكست بتاعي. على سبيل المثال انا مثلا عايز اكتب ايه، ماي نيم از. تمام، عايز احط هنا قيمة بتاعت متغير. تمام، هتقول لي احط قيمة متغير، لا ما اعرفش ازاي اعملها. تمام، فعشان تيجي تعملها لازم تنسق التكست بتاعك. تنسيق هنا على البرنامج دوت بيتم ازاي؟ تحط علامة 100% هنا. تمام، وبعد كده تحط حروف. تمام، كل حرف ليه دلالة معينة. اول حرف معانا حرف الدي او الاي. تمام،
وده معناه ايه؟ معناه ان قيمة المتغير اللي هو هياخده من هنا عشان نحطه هنا هيكون انت وهيكون signed. تمام، هيكون انت وهيكون signed. طيب هيكون انت وهيكون signed مثلا 5. تمام، ندوس انتر، my name is 5. تمام، ممكن احطه بإشارة زي الفل برضه مفيش مشكلة، او ممكن حاجة تانية اجي اقول له ان ده unsigned int فبتحط له هنا يو. تمام، طيب لو انا بقى عايز اخد الحاجة اللي هنا دي تمام واكتبها، بس اكتبها هيكسا ديسمال، بتحط هنا اكس. لو كتبت له الحاجة هنا قصدي هيكسا ديسمال هو ياخدها لك هنا، يحط لك ايه اكس. مثلا احط له هنا 500. تمام، كتب لي هيكسا ديسمال. طيب لو انت عايز بقى الحروف اللي بتبقى هنا، عشان الهيكسا ديت بيبقى من 0 لـ 9 ومش عارف من ايه ل اف تقريبا، حاجة زي كده يعني، بيبقى عندك حروف وارقام، فعشان الحروف تبقى كابيتال معاك فبتحط الاكس كابيتال. تمام، في عندي ايه تاني؟ عندي لو انا عايز بقى احط المتغير دوت مثلا يبقى فلوت، فبتيجي تحط هنا اف وبتكتب ايه الرقم بتاعك فلوت. مثلا احطه خليها مثلا، تمام، احطه فلوت. طيب وفي عندك اللي انت تجيبه بصيغة الاكسبوننشال، في حاجة تانية ان انت الاكسبوننشال المكتوبة هنا لو عايزها كابيتال يعني تكتبها له ايه كابيتال. تمام، وفي بقى حاجة غير ال F وال E وهي ال G، هنشرح كل واحدة من دول بالتفصيل الممل. ال G ديت برضو نفس الكلام، بتكتب لها حاجة significant وهي بتقربها لك يعني، شبه ال F وال E. تمام، بس فيها اختلاف بسيط هنتكلم عنه دلوقتي. تمام، طيب نتكلم بقى عن كل واحدة من دول بالتفصيل. الحاجات اللي هي بتاعت ال int والكلام دوت مفيش فيها كلام قوي، الكلام كله في ال F وال E والجي. نفتح برنامج السام دوت. طيب الفورمات بتاعي بيبقى على الصيغة ديت، علامة 100% اهو، رقم طبعا في صيغة كاملة عنديت بس هنقولها قدام، علامة 100%، رقم، علامة عشرية، رقم، الحرف بتاعي اللي أنا شغال عليه. طيب اللي هو ال F أو ال E أو ال G. طيب فرضا مثلا قلنا ال F، تمام، الرقم اللي هنا دوت أنت بتقول له أنا عايز كام علامة عشرية، يعني عايز كام رقم قصدي بعد العلامة العشرية. يعني مثلا لو نحط 1 2 3 4 5، تمام، 5 أرقام بعد العلامة العشرية. تمام، أنا جيت قلت له هنا عايز رقمين، فهياخد إيه؟ هياخد أول رقمين. حلو، طب ده بقى بيعمل إيه؟ ده أنت بتقول له أنا عايز النص بتاعي كله ما يقلش عن الرقم ده. فرضا أنا جيت قلت له هنا الرقم ده 5، يعني انا عايز ايه بقى؟ خلي بالك بقى من الكلام ده عشان الكلام ده مهم. الكلام ده موجود في الفورترن، لو حد اتعلم الفورترن قبل كده يبقى فاهم حوار النص والكلام ده. مثلا احط هنا 55، تمام، وجيت قلت لي هنا انا عايز 2 بعد العلامة العشرية. حلو، فانا هاجي اخد ال 55 اهي، واجي اخد العلامة العشرية 1 2، كده كام؟
كده كام كاركتر؟ ده كله كنص كده كام كاركتر؟ واحد اتنين تلاتة، العلامة العشرية معدودة معاك، تلاتة أربعة خمسة. دول 5 أرقام، وأنا قلت ما يقلش عن 5، تمام؟ فكده مش هيعمل حاجة اسمها بادنج. يعني ايه بادنج؟ تعال نغير رقم 5 عشان نفهم يعني ايه بادنج. هنقول 6، تمام؟ انا بقول هنا انا عايز النص بتاعي المفروض هيتحط ما يقلش عن 6، تمام؟ فلما انا اجي اقول علامتين عشريتين هيجي يكتب الايه النص كده، بس هيلاحظ حاجة، هيلاحظ ان انا بقول المينيمم بتاعي 6، تمام؟ طب كده دول ايه؟ دول 5. طب الرقم السادس دوت او الخانة السادسة في النص هتتحط ايه؟ هنا بقى البرنامج بحط لك سبيس، حط لك يمين ولا شمال؟ حط لك ناحية اليمين، حط لك سبيس باي ديفولت كده ناحية اليمين، ناحية الشمال، تمام؟ دي سبيس باي ديفولت تقريبا ناحية الشمال او ناحية اليمين، ما علينا، يعني المهم ان هو يعمل لك حاجة اسمها بادنج، تمام؟ هيحط لك سبيس، سواء حطها هنا او حطها هنا جنب الاتنين مش فارقة معانا، المهم ان هو يحط لي حاجة اسمها بادنج، هيملي لي الخانات الفاضية. طب افرض مثلا انا جيت قلت له 6، وجيت قلت هنا انا عايز مثلا 4 ارقام بعد العلامة العشرية. طب تعالى نشوف موضوع ال4 ارقام بعد العلامة العشرية، وقلت ديت ايه 6، تمام؟ فيجي 55، 4 ارقام اللي هو الواحد الاتنين التلاتة الاربعة، تمام؟ النص ده كده بقى ايه؟ بقى 1 2 3 4 5 6 7. انا عديت الستة او بساوي الستة فمش بيعمل بادنج، تمام؟ لكن لو انا اقل من الستة بيعمل بادنج. بادنج بقى قد ايه؟ بعدد الخانات الناقصة، بيحطهم فين؟ بيحطهم يمين او شمال، وهنعرف قدام ازاي نقول له يحطهم يمين وازاي نقول له يحطهم شمال، تمام؟ فدي الفورمولا بتاعت الارقام الكسرية، سواء حطيت هنا اف سواء حطيت اي، تمام؟ سواء حطيت اف سواء حطيت جي، بس جي فيها اختلاف بسيط. ايه الاختلاف؟ الطريقة اللي انا كنت بكتب بيها الكلام دوت، اللي هو اكتب لك العلامة الحاجات اللي بعد العلامة العشرية والارقام، بعد كده الحاجات اللي بعد العلامة العشرية وبعد كده اعدهم، دي نفس الطريقة اللي هو بيستخدمها هنا في الاف والاي. الجي بقى طريقة مختلفة حبتين. تعال نكتب الرقم ده هنا تاني عشان تفهم بس ايه الفكرة في الجي وفرقها عن الاف والاي. طيب الجي هبتدي برضو بقول له 2، تمام؟ هبتدي بالخانة ايه 2، هيجي يعمل ايه؟ لما انت بتيجي تقول له علامة عشرية 2، تمام؟ دي معناها ايه؟ وجي جي، فدي معناها ايه؟ معناها ان انا اقل خانات هتتحط عندي هتبقى 2. يعني ايه الكلام ده؟ هيجي يعمل هنا ايه؟ هيجي ياخد 55، تمام؟ هو بيعدهم بالطريقة ديت بالظبط، تمام؟ ويجي يعمل العلامة العشرية. هيلاحظ هنا ان هو عنده ايه؟ خانتين بس. طب خانتين، طب دي مشكلة، فبعد العلامة العشرية مش هيبقى في حاجة، تمام؟ طيب والحل؟ تعال نزود ده نخليه 3، تمام؟ أزود الخانة دي أخليها 3. أنا لسه ما كتبتش في الخانة ديت، أنا بكتب في ديت بس دلوقتي على جي. هيجي يعد 3، 55 دول كده إيه 2، هيجي ياخد 1 بعد العلامة العشرية، بس كده خلص. أمال بقى إيه الخانة ديت في الجي؟ الخانة دي انت بتقول له بعد ما يعمل كده هيبقى عنده كام خانة؟ والله كده بقى عنده 4 خانات، 1 2 3 4، تمام؟ لو انت قايل له 4.3 جي معناها ايه؟ معناها العرض كله بعد ما تعمل 3 خانات يبقى كام؟ يبقى 4. حلو، 1 2 3 4، مش هيعمل بادي. طب قايل له دي مثلا 5.3، هيعمل ايه؟ هيعمل البوينت 3 اهو، تمام؟ هيطلع له دوت كام؟ 4 خانات، وانت قايل له اقل حاجه 5 خانات، فهيعمل بادنج سواء عمله برضو هنا
عمله هنا مش فارق. تمام، الكلام اللي بقوله ده مهم، دي النسق ازاي بتنسق، لان انت بعد كده هتعمل سكريبت، السكريبت دوت اليوزر هيدخل يدخل القيم، القيم دي هتروح بقى تتنسق في تكست معين ومش عارف ايه، فاهم؟ فلازم تبقى فاهم الكلام اللي بقوله دوت. طيب يبقى فهمنا دي بتاعت ايه، دي عرض النص اللي هيتحط ليه اقل من العرض، فهيحط لك خانات بيدنج سواء سبيس او سواء زيرو. تمام، وعندك دوت عدد الخانات. تمام، هنا بتيجي تقول له عدد الخانات اللي بعد العلامة، هنا عدد الخانات اللي هتتحط، فبيجي يعد من الشمال لليمين، خانة اتنين، هيجي بقى ايه، خلاص اتنين، هيجي يعمل علامة عشرية، مش هينفع يحط حاجة، لأن انت قلت له اتنين، قلت له تلاتة، هيجي ياخد لك واحد معاه، قلت له أربعة، يجي ياخد لك واحد اتنين، وهكذا. حاجة كمان لازم أقولها برضو مهمة، دلوقتي دي مش هتتكتب كده، اللي هي واحد اتنين تلاتة أربعة، هو اه هيجيب لك أربع خانات، بس ما خدتش بالك من حاجة، الخمسة دي تمام لما هيجي يشيلها لك مش هتقرب الأربعة؟ اه تقربها، تقربها ازاي؟ تعملها راوند. تمام، فالأربعة ده هتبقى خمسة. تمام، تيجي مثلا تقول له هنا الواحد الاتنين، هل التلاتة دي تقرب الاتنين؟ التلاتة ما تقربش الاتنين، فهتبقى واحد اتنين، وهكذا، ففي تقريب. طيب يبقى دي أول فورمولا كده بنكتب بيها. في حاجة تانية برضو، وهي ايه؟ وهي ان انت ممكن ايه، انا عامة ما بستخدمهاش. تمام، هي انك تحط له هنا نجمة دوت، تحط له رقم او تحط له نجمة. تمام، حط اف او اي او جي براحتك، او حتى في الدي والحاجات اللي احنا قلناها في الاول برضو، بس ما تحطش ايه علامة كسرية يعني. تمام، وده طبعا بيكون جوه الايه، جوه النص بتاعك. حلو، قلنا اول بارامتر هنا بحطه اللي هو ايه، اللي هو الحاجه اللي انا عايز احطها هنا، صح؟ قال لك لا، لما بتحط نجمه اول بارامتر بتحطه هنا، تمام، هو الرقم اللي انت عايزه يتحط هنا، اللي هو ده، اللي هو فين، اللي هو الخمسه دوت مثلا. تمام، فده اول رقم انت عايزه يتحط هنا. طب فانت بتيجي تحط نجمه، معناها خد الرقم دوت من اول بارامتر، تمام، والنجمه التانيه ديت خد الرقم دوت من تاني بارامتر. تمام، طيب وبعد كده هينفذ كل كلمة، قلت له هنا مثلا خمسة وهنا اتنين، تمام، هينفذ برضو نفس ايه، الخمسة اتنين اللي احنا كنا ايه شغالين عليها، فين خمسة اتنين ديت، هينفذها برضو هي هي. تمام، بس هي طريقة تانية ان انت ايه تدخل له الارقام يعني. والتالت هيبقى ايه، هيبقى ال variable بقى اللي هو هيطبق عليه الكلام دوت، مثلا اللي هو 55.123.345. طيب حاجة ده الشق الأولاني، الشق التاني إيه؟ نسيت تقريبا. طيب ما علينا، يعني إيه هنفتكره كده إيه مع بعض. أه لو أنت مثلا عندك escape character، زي مثلا قلنا قبل كده إيه، قلنا إزاي بنعمل new line في التكست، مش كنا بنقول shift n slash n، أو نقول له new line. تمام، طيب هنا لما بتيجي تحط ضمن التكست سلاش ان، هو اوتوماتيك بيعمل لك نيو لاين. ليه؟ لان هو بينفذ السكيب كاركتر. تمام، دي من ضمن الحاجات اللي الفانكشن ديت بتعملها، مش محتاج تحطها كايه، كارجمنت كده ايه، جنب جنب الايه، جنب التكست بتاعك، لا تحطها من ضمن التكست بتاعك وهو بينفذها. طب هتقول لي طب افرض انا عايز اكتب سلاش ان، تمام، بس مش عايزه يعمل لي نيو لاين، تيجي تحط قبلها سلاش، تخليهم دبل سلاش. تمام، بعدهم ايه مثلا، لان في حاجات تانية، في عندك سلاش تي يعمل لك تقريبا تاب، في عندك سلاش بي مش عارف يعمل لك باك سبيس. تمام، فقبل الحاجات دي كلها بتحط ايه، سلاش تانية عشان تلغيهم. تمام، طيب يبقى دي الحاجات اللي انت ايه محتاج تعرفها. وفي عندي زي ما قلت، هو بيعمل باي ديفولت بادنج بسبيس. طب افرض عايزه يعمل لي بادنج بزيرو، تيجي تحط هنا زيرو. تمام، بدل ما يحط، هيعمل نفس الكلام ده، بس الخانات ديت هيحط لك فيها صفار بدل ما يحط لك فيها ايه، مسافات. حاجه كمان قلنا البادنج دوت هيحطه يمين يا شمال، طب على اساس ايه؟ انت بتقول له برضه، تقول له موجب، يبقى هيحطه لك ايه،
هحطه لك شمال. دي شمال، ايه الموجب دي اصلا؟ الموجب دي انت بتقول له انا عايز النص بتاعي يجي لي ناحية اليمين، فالبادنج هيبقى ايه؟ ناحية الشمال، تمام؟ ولو حطيت له سالب يبقى انت بتقول له النص انا عايزه يجي لي ناحية الشمال، فالبادنج هيبقى ناحية الايه؟ اليمين، وهكذا. بيتحط قبل الصفر، تمام؟ في عندنا ايه تاني؟ حلو كده. طيب يبقى اتكلمنا ايه عن الحاجات دي، تعال نطبقهم واحدة واحدة. في حاجة نسيت اقولها، من ضمن برضو الحروف ديت، ما سألتنيش برضو لو انا عايز احط سترينج احطه ازاي. يعني لحد دلوقتي انا اتكلمت على الارقام، اتكلمتش عن السترينج والحروف، صح؟ عشان تيجي تحط حرف، فبتيجي تقول له هنا ايه؟ سي هنا، يبقى انت هتحط له كاركتر مثلا واحد، تمام كده؟ انت بتقول له ايه؟ سينجل كاركتر. طب افرض حطيت له اري اوف كاركترز، يعني مثلا واحد اتنين تلاتة، تمام؟ ده فيكتور ايه؟ فيكتور كاركتر. هكرر لك الموضوع دوت ايه 3 مرات اهو. بص كرره مرة تانية التالتة. طيب افرض بقى انا بقى، لا انا عايز احط سترينج مش عايز احط كاركتر، فبتيجي هنا تقول له ايه؟ اس، تمام؟ وبتكتب له هنا السترينج اللي انت عايز تحطه. انا عايز مثلا احط اي حاجة اهو، هيعمل لي ايه؟ هيضيف السترينج. ده بالنسبة للكاركتر والسترينج. حاجة لازم تعرفها، الاس برنت اف ديت اللي بتاخده هنا بيكون سكيلر، يعني الاليمنت اللي هي هتاخده هنا دوت ده سكيلر، تمام؟ ما ينفعش تحط له اري. هناخد الكومبوز، كومبوز بتحط هنا اري، تقول لي يعني هتفرق معايا ايه؟ هتفرق معاك كتير. لاحظ هنا ان هو لما جه كرر دوت كرره ثلاثة مع بعض في ايه؟ في نفس النص. هيعمل الكلام دوت كله بس هيكرر 3 أعمدة، تمام؟ هنشوف الفرق ايه في الكومبوز، الفرق ما بينها والاس برنت ايه اف. بس خلينا نطبق الاول على ايه؟ اس برنت اف. طيب تعال نشوف بقى ايه شوية حاجات من اللي احنا قلناهم هنا. قلنا ان انا بحط مثلا، تعال نطبق على المثال ده اللي هو 5.2 ده. اول حاجة اقول له الاف، بعد كده اقول له ايه؟ الرقم، تمام؟ وادوس انتر زي ما احنا ايه، زي ما قلنا قبل كده. طيب هنا عندي كام خانة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، تمام؟ فمش هيعمل بادنج. طيب تعال نخلي ده 6، نرجع تاني، هل ده 6؟ هنا لا، لازم يعمل لي بادنج اهو، عمل لي بادنج. البادنج ده كده يبقى عينك ايه؟ ده بادنج موجب اللي هو ناحية اليمين، اللي هو الموجب اللي كنت بقول لك عليها، تمام؟ فهنا ده رايت جاستيفاي اللي هو بيجيب لك التكست ناحية اليمين، فالبادنج لازم يكون ناحية الشمال، تمام؟ اعرفهم ان هما العكس يعني. طيب نفس الكلام دوت بينطبق على الاي والحاجات اللي احنا لسه قايلين عليها برضو. هو بيعد ايه؟ الخانات، ده الويدز وده عدد الايه؟ السيجنفكت. تعال بقى نتكلم عن الجي. بص عمل ايه؟ جه عمل ايه؟ جه خد خانتين اللي هو 55 زي الفل. لقي ان هو المفروض اخره ايه؟ اخره 2 مش 3. طب هيعمل ايه؟ خلاص 55 ويحط الباقي ايه؟ بادنج. قال انه لقي التكست بتاعه اقل من 6، فحط لي هنا ايه؟ 4 خانات. الاشارة السالب بتتحسب برضو ايه؟ معاك، تمام؟ ده بالنسبة للجي وبالنسبة للاف وبالنسبة للاي برضو تقدر تطبق عليها الكلام ده، تمام؟ تعال نشوف موضوع الرايت جاستيفاي والليفت جاستيفاي. ممكن تحط هنا ايه؟ اشارة موجب، تمام؟ المفروض الاشارة الموجب يعمل نفس الكلام اللي فات.
المفروض كده ان هو ايه يعمل رايت جاستيفاي. ما علينا، عندنا اشاره سالب المفروض يعكس اللي هو بيعمله ده، اهو عكس اللي هو كان عامله. ايه تاني؟ الزيرو، البادنج اللي انت بتحطه، اقول له البادنج مثلا يبقى زيرو، تمام. هحط لك سد الخانات ديت ايه صفار. ممكن تحط إشارة سالب. في حاجة لاحظتها، هي حاجة غريبة، لما بتيجي تحط الإشارة تمام وتحط له اللي هو الصفر ده عشان يعمل لك عليه بيدنج، لاحظت للأسف إن هو إيه بيحطهم لك إيه خانات فاضية، مش عارف ليه بقى. هل ديت مشكلة في الكومبايلر اللي عندي ولا إيه؟ اسمع علينا يعني. هو ايه شغال كده، المفروض هو على الطريقه ديت انه يحط لي صفار هنا، بس هو ما حطش يعني. ما علينا. وبدا ايه بالنسبه ليه للحاجات اللي احنا قلناها في الفورمات بتاعه الايه التكست. طيب كومبوز نفس اللي انا قلته هنا بالظبط، بس الفرق ايه؟ ان انت بتحط اري، تمام. بالمناسبة الجي فيها ميزة تانية نسيت كنت عايز اقولها. لاحظ ان هو لو مثلا غيرت المثال اللي فات دوت، لاحظ ان هو ما بيحطلكش صفار، ما بيحطلكش تريلينج زيروز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هاجي اقول له هنا مثلا ده 4، تمام. لاحظ هنا هو مش بيجيب لي صفار بعد الايه بعد الرقم، بيشيل لك التريننج زيروز، تمام. دي حاجه لازم تاخد منها. في الاف والاي لا هتلاقي صفار بعد دول، اظن كان في صفار طالعه معانا هنا من شويه، اهو طلع معاك صفار، تمام. هنا الجي مش بيجيب لك صفار، مش كده؟ هو بيمشي من الشمال لليمين. طيب تعال نشوف كومبوز والفرق ما بين ايه. كومبوز نفس الكلام اللي انا قلته دوت مع اختلاف بسيط جدا. الاختلاف ان انت ممكن تدخل هنا array of strings مثلا، اهو تمام. تعالى بقى اوريك ايه الفرق ما بين السي اللي احنا حطيناه فوق والسي اللي احنا هنحطها هنا. هنا هقول له سي وهنا سي، وهاجي هنا اقول له ايه الكاركتر فيكتور بتاعي هو 1 2 3. طيب المرة اللي فاتت كان بيدمجهم لك هما التلاتة ايه مع بعض في element واحد، لا هنا هيعمل لك ايه 3 أعمدة اهو، تمام. التب بقى اللي انت مش هتلاقيها في اي حتة، تمام، دي لازم تقعد تجرب بيدك عشان توصل لها، هي ان هو هنا بيعمل ايه، بيجي على اول element دوت وعلى اساسه هو بيحدد هل هيعمل 3 أعمدة ولا هيعمل عمود واحد ويدمج لك الايه التلات نصوص مع بعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت هنا لو جيت قلت بدلت له مثلا، قلت له ايه، قلت له هنا ديت ايه مثلا دي خلينا نقول اس string، تمام. فالمفروض هو لما يجي يضيف هنا سترينج مش هيضطر ان هو يكرر، ان هو بيضيف سترينج، وصلت؟ يعني هو هيضيفه ايه كسترينج. طب اللي تحت بقى هنا بيضيف كاركتر، هيضطر ان هو بقى ايه يلزقهم في بعض زي ما كان بيعمل قبل كده. لكن لو جيت انت هنا عكست، قلت له هنا السترينج وهنا الكاركتر، فبيجي على الاول هنا يلاقي ان هو هيضطر يعمل 3 أعمدة عشان ينفذ الاليمنت دوت، هيضطر يعمل 3 أعمدة، فبيعمل ال3 أعمدة، فبالتالي دوت بايه بيتكرر، تمام. فده بايه بيتكرر. دي تب مهمة لازم تبقى فاهمها وعارفها. ده الفرق ما بين كومبوز واس برنت اف، تمام. ده الجزء الاول من الفيديو، ويقعد بقى يلعب فيه ونسق زي ما انت عايز. هندخل فيه الجزء التاني. الجزء التاني اللي احنا هنتكلم عنه
وهو التعامل مع الملفات. تمام، ازاي بنتعامل مع الملفات؟ اول حاجه عندنا هنا بنلاقي نيو سكريبت ونيو لايف سكريبت. ممكن ما تلاقيش عندك النيو لايف سكريبت ان ده حاجه جديده للماتلاب، يعني مش عارف من 2016 2017 حاجه زي كده. تمام، فهنبتدي اول حاجه بالنيو سكريبت. ممكن تدوس هنا تعملها او ممكن هنا تعملها برضو، تعمل نيو سكريبت يفتح معاك الايديتور. تمام، ده اللي احنا بنعدل منه. طيب اول حاجه فائدته ايه؟ بنكتب هنا وبعد كده بنعمل ران بنشغل الكود. كلام جميل. هنا انا ما اقدرش اعمل الكلام دوت، هنا انا بكتب سطر بسطر. تمام، خلصت البرنامج كل ده راح، لكن هنا لا، انا اقدر ارجع له تاني لان انا بحفظه. طيب اول حاجه عندنا لو انا عايز اكتب كومنت اكتبه ازاي؟ قلنا بنعمل العلامه دي صح. طيب ممكن تضيف الكومنت ده من هنا اهو، وتكتب برضو زي ما انت عايز اهو، دوس انتر تضيف كومنت تاني. تمام، خلاص عندي حاجة هنا اسمها ورب كومنت او اسمها ريب كومنت. تاخد دول كده الكومنتات اللي انت عايزهم ويخلوهم لك ايه، كومنت واحد. تمام، وهنا دي بيعمل لك ان كومنت. بس هما دول التلاتة دول اللي جنب بعض. ندخل على التلاتة اللي تحتهم. تعالى مثلا اكتب بلوك. تمام، زي مثلا كده اي حاجة، واقول هنا مثلا انا بكتب بس كده ايه اي حاجة عشان اوريكم اللي انا عايز اقوله. لاحظ ان الحاجة دي كده متنسقة كده صح. طب تعالى بقى دي كده شوية، ودي مش عارف بلاش ايه اللي انا عملته دوت. خلينا نرجع، تعالى مثلا ان انا عايز ايه اخد دي ارجعها لورا، فوش شيفت تاب اللي هو بيعمل لك تاب بس تاب لورا. تمام، طيب عايز اظبطها تاني اطلعها تاب لقدام، فبتدوس على ده increase. تمام، دوس على ده يرجع لك لورا. طيب افرض انا مثلا جيت لخبطت الدنيا هنا كده، ايه الكود هيشتغل برضو معاك عادي، بس ايه الحاجة مش متنسقة كده ورايحة منك خالص. طب تعمل ايه؟ تاخدهم تحددهم تروح على سمارت. دي ميزة جميلة للأسف مش موجودة في كل الإيديتورز اللي هي سمارت ريت. تمام، ده بالنسبة للتلاتة دول. ده insert section. هنا بقى دي ميزة جميلة جدا. ليه؟ بتخلي الكود بتاعك عبارة عن sections. هتقولي طب مش فاهم برضه يعني ايه عبارة عن sections. تعالى أوريك الأول الكود بتاعنا هنا بيتنفذ ازاي أصلا. تعالى مثلا أقول إن أنا عندي for loop. تمام، الاتريشن بتاعي يبدأ من واحد لحد مثلا خمسة. حلو، لحد خمسة، وكل مرة هطبع ايه الاتريشن بتاعي انت. تمام، طبعا هنستخدم ايه ديسبلاي، مش بنستخدمها قبل كده هنستخدمها دلوقتي. تمام، طيب وبعد كده هنعمل نفس الكلام دوت بس ايه لحاجة تانية. تمام، من واحد لخمسة. بس هنا بقى ايه هخليها برضه ديسبلاي، بس مش ديسبلاي للار، اتشار ار. هحول الاي دوت ليه لكاركتر. تمام، اظن اتكلمت عن موضوع الكونفرسيشن ده قبل كده، قلت ان هو مهم. تمام، احنا عارفين خلي ديت مثلا من 32 عشان يظهر معايا ايه حاجات يونيكود. 32 ل 40. تمام، وهنا نفس الكلام، قلنا لما بتدخل رقم على الكاركتر. تمام، فهو بيحوله لايه، بيجيب المناظر ليه في اليونيكود ايه تيبل. طيب تعال نشوف بقى الكود ده هيتنفذ ازاي. هنا بتدوس ران، هو بينفذ لك ايه السكريبت كله اهو. اول حاجة لازم ايه احفظه. تعالى نحفظه على الديسكتوب ونقول له هنا فولدر مثلا ونسميه. شروط تسمية الملف قبل ما تعمل له ران بيبقى ليه شوية شروط. أول حاجة لازم الاسم يكون أوله حرف، تاني حاجة ما يكونش من الأسماء الفانكشنز اللي هي على الماتلاب نفس الشروط اللي كنا بنحطها على الفاريبلز. تمام، دي شروط مهمة. هنا بقول لي اد باص. اد باص يعني ايه؟ يعني بقول لك عايزك تضيف الملف دوت لليستة الملفات اللي الماتلاب
ضايفهم وبيبحث فيهم عن الدوال وعن السكريبتات. لما كنت بتقول صم، لما كنت بتقول الحاجات دي، الحاجات دي انت مش مخزنها، الماتلاب اللي مخزنها، فانت بتقول له عايز تضيف المسار بتاعك لليستة المسارات اللي الماتلاب مخزنها عشان يبحث فيها. ممكن تقول له اه، ممكن تقول له current. current يعني هتبقى انت فاتحه كأنك فاتح الفولدر ده كده اهو، خليه current. تمام. اد باص لو انت ايه عامل مكتبه بتاع فعايز تضيفه للليستة بحيث ان انت تقدر تستخدمه مع كل المشاريع بتاعتك. تمام. طيب يبقى هنا تعالى ايه ننفذه، هو كده المفروض تنفذ اصلا تحت لما تدوس على رن زي ما احنا شايفين اهو، كتب الارقام مكبر ديت. تمام، كتب الارقام بعد ما خلص راح جاي منفذ ايه اللي تحتهم. طب هتقولي ايه الفكرة؟ الفكرة ان انا عايز بس أنا انفذ ده بس، مش عايز ماليش دعوة بده. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ في لغات البرمجة التانية الكلام دوت ما ينفعش. تمام، الماتلاب بس هو اللي ضايف لك الموضوع دوت. بتعمل سيكشنز، يعني تقسم الكود بتاعك ليه قطع. تمام، وتعمل رن لكل قطعة على حدة، هي دي ايه insert section. تمام، هاخد مثلا الايه، فانت لما تيجي تقول له insert section هو بيضيف لك ايه العلامتين 100% دول كأنهم ايه اللي هي العلامة اللي كنت بتضيفها للكومنت، لو مسحتهم بيتشال. طيب انا همسحها وهروح هنا على دي واقول له سمارت. تمام، وهاجي هنا فوق وهنزل واروح جاي قايل له ايه علامتين 100% دول ان ده كده سيكشن، وهنزل هنا واقول له ان ده كده ايه سيكشن برضو، يعني ده كده بقى سيكشن وده بقى سيكشن. تمام. طيب هستفاد ايه؟ هستفاد ان انا اقدر اعمل رن لده لوحده من غير ما ادخل في ده. تعال نشوف، هشيل الشاشة هنا. تمام، تعال نشوف، هعمل رن لده بس، فلازم ده اللي يبقى منور اصفر، ادوس عليه كده هو كده بقى ايه منور اصفر. مش بقول رن، رن هيعمل لي رن للملف كله، لا بقول رن سيكشن اهو، ما طبعليش الايه الرموز، طبع لي الارقام بس. طب عايز اعمل رن، اعمل سي ال سي. تمام، عايز اعمل رن لده وده، يعني دول بس، يعني لو انا ضيف مثلا سيكشن تالت يعني. تمام، تعال نقول السيكشن التالت اللي هو ده. تعال نقول من 1 لـ5 عشان بس ايه اوضح لكم الفكرة. فلما بقول ده، تمام، انا بقول له نفذ ده واللي تحتيه اللي هو run and advanced. تمام، اهو run current section and advanced to next section. تمام، اهو دخل خلص ده ودخل على ده. تقدر برضو ايه تقول له run and advance، يعني خلص وادخل على اللي تحتيه. advance هنا لو دوست عليها برضو هينزل على تحتيه من غير ما ينفذ، خلي بالك من غير ما ينفذ، هو بس بينزل على السكشن. تمام، وتقدر تقول له run تاني وبراحتك، يعني run ديت بينفذ السكريبت كله، run section ينفذ لك السكشن اللي انت واقف عليه، advance ينزل على السكشن، run and advance ينفذ الكود دوت ويدخل على تحتيه من غير ما ينفذ اللي تحتيه اهو، من غير ما ينفذ الايه اللي تحتيه. تمام. طيب يبقى دي ايه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، دي الفانكشنز لو انت عايز تضيف فانكشن بس احنا لسه ما شرحناهمش فمالكش دعوه بيها. تعال نتكلم عن البريك بوينت. ايه البريك بوينت ديت؟ البريك بوينت دي موجود في كل الايديتورز. تمام، دي فكرتها ان انت عايز توقف الكود بتاعك عند حاجه معينه، اول ما يوصل عندها في التنفيذ يقف. تمام، وانت ساعتها بقى تقول له يكمل، تقول له ما يكملش، تقول له يدخل على اللاين الفلاني، يقول له روح على اللاين العلاني، انت اللي تتحكم. فبتيجي تقول تدوس هنا. تمام، لما بتيجي تدوس هنا بينور لك لمبه حمراء كده، انت ايه عامل ايه بريك بوينت هنا. فاول لما يجي ينفذ هنا
هيقف ويقول لك continue ولا يقول لك تعمل ايه. ممكن تقول له step يعني نفذ الايه اللي بعدها. تمام، في عندك step in و step out، دي بنستخدمها مع الفانكشن. تمام، انت عايز تدخل على الفانكشن تشوفها بتنفذ سطر سطر، فبتقول له step in وتقعد بقى تعمل step step. تمام، ممكن تقول له step out، في كل جميع الاحوال هو هينفذ الفانكشن، بس انت عايز تشوف سطر في سطر في الفانكشن ديت بتنفذ ازاي. لو قلت له step out هي ايه، هينفذ لك الفانكشن دي كانها كانت سطر واحد مثلا. تمام، هنا ممكن تقول له ايه continue او out debugging اللي هو يوقف التنفيذ. continue هيدخل وهكذا، تقعد ايه هو بينفذ لوب لوب واحد ورا التاني. تمام، حد ايه ما يخلص. ممكن نقول له step out نطلع. تمام، وعندك او الديباجنج ينهي الديباجنج النهائي. تمام، فدي الحاجات اللي عندنا. حاجة تانية في البريك بوينت ان انت ممكن ايه تشيل كل البريك بوينتس اللي انت عاملهم في الملف، او تحط بريك بوينت على اللاين اللي انت عامله. تمام، او تعملها انيبل او ديسيبل، يعني ممكن اسيب البريك بوينت محطوطة زي ما هي بس اعملها ديسيبل كده. تمام، ممكن ادوس عليها هنا تاني اشيلها او اشيلها من هنا تاني. طيب في عندي ايه هنا تاني، تعالى بقى نشيل الكلام دوت. عندي هنا حاجة اسمها بابلش. ايه بابلش ديت؟ انت عايز تكتب الملف دوت بنسق معين، تحط فيه صور، تحط فيه شوية حاجات. طيب الحاجات دي بتظهر معايا هنا في الماتلاب؟ لا، انت بتعملها لو انت عندك بريزنتيشن، بتعملها لو انت عايز مثلا انت دكتور جامعة بتشرح لحد بتاع، بتشرح لواحد صاحبك الكلام ده كله، فبتعمل الكلام دوت عشان تبعته لحد، بيطلع لك ملف HTML اللي هو صفحة ويب يعني، بتقدر تبعتها لحد وتكون متنسقة وفيها صور وفيها كل حاجة. تمام، فبتستخدم الايه التول بار دوت. تمام، فنقدر مثلا نضيف سيكشن مثلا هنا، انا اوضح لكم الكلام دوت. تمام، انا ضفت كده سيكشن، باجي هنا مثلا عايز اضيف خط بولد، فباجي اقول له هنا ايه بولد، ادي الخط البولد، بنزل تحت هنا هيروح جاي مثلا اللي انا عايز اضيف خط مايل، عايز اضيف لينك وهكذا. بتكتب ايه داخل حاجه، تقول ده كومنت، اقول لك اه بس هو معلمه، معلمه بحاجه معينه. تمام، لما تيجي تدوس على زرار بابلش بيترجم الحاجات ديت لصفحه ويب. تمام، عندك صور، عندك اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى في الوورد ديت. تمام، عندك لو عايز تضيف كود، عايز عندك حاجات كتير اقعد العب فيها. حاجة تانية ودي مهمة، تمام، انت دي تدوس كليك يمين تقول له انسيرت تكست مارك. تمام، دي مهمة جدا، دي بقى فيها شوية حاجات زي اللي موجودين هنا. تمام، بس مش موجودين في الايه في الويندو ديت، موجودين هنا. عندك هنا اللي هي بتاعت ان انت تضيف HTML كود، تضيف تايتل وانترودكشن، يعني تضيف حاجات كتيرة هو مش محطوطة لك هنا. تمام، تدوس على الحاجة وهي هتنزل لك هنا. حاجة كنت هنسى اقولها، دي حاجة مهمة، لو انا محدد مثلا دوت كده ممكن اقول له ايه evaluate selection، يعني نفذ لي ده بس، ده ملوش علاقة بحاجة على فكرة، يعني ده على أي حاجة، لو سطر واحد ينفذه أي حاجة. تمام، إيه تاني تقريبا هنا يبقى ان كومنت وكومنت الحاجة اللي كنا بنجيبها قبل كده، كوبي سيلكت كلام فاضي. تمام، عندك هنا فانكشن براوزر يفتح لك ايه ويندو تبحث منها عن الدوال والحاجات دي. تمام، والبرنامج شكله هنج اهو فتحت. لما اشيل بس ايه منها الحاجات ديت، بص عندك هنا الماتلاب، عندك بقى كل الحاجات اللي هي الفاندامنتال اللي انت عايزها، الماثيماتكس، الجرافيكس، تدخل على كل حاجه تلاقي كاتب لك وبتاع، ويعني تاخد راحتك تدوس عليها. تمام، يظهر لك هنت كده، بص على دبل كليك يكتبها لك، عندك كل حاجه. تمام، عندك هنا سيرش دوكيومنتيشن، تبحث عن اي حاجه، مثلا عايز ابحث عن بلوت. تمام، اللي انا لسه كاتبها اللي هي بتاعت الرسم دي، ظهر لك هنا الحاجات دي، الحاجات دي ملهاش دعوه بالنت، هو
يعني موجودة ايه مع البرنامج، تدوس عليها كده يظهر لك ويندو كده تقعد تبحث فيها، يعني تعيش حياتك على البرنامج على الآخر. برنامج حاطط لك كل حاجة انت محتاجها، حرفيا كل حاجة انت محتاجها، متحتاجش اي مصدر خارجي عشان تتعلم عليه. تمام، عندك هنا امثلة، عندك كل حاجة، تقدر تبحث، تقدر تعمل اللي انت عايزه، تقدر تتنقل، تروح ورا، تطلع قدام، تروح على اي حاجة من الحاجات ديت. مثلا اهو عندك كل حاجة موجودة. تمام، اقدر مثلا هنا اروح على حاجة زي كده، تمام، عايز ارجع للي فات ادوس على دي، وهكذا كأنك على متصفح بالظبط. طيب بعد ما قبل برضو ايه ما اخلص الجزئية دي، عندي هنا فيو بيعمل لي شوية حاجات كده. ايه شوية الحاجات ديت؟ دلوقتي انا فاتح ديت فتح ديت كايه، كويندو واحدة. طب لو عايز اقسمها، خليها مثلا ليفت رايت، تمام، بحيث ان لو جيت فتحت تبويب تاني بدل ما انا شغال كده، لا ممكن اسحبه واوديه هنا، او بشغل على ملفين في نفس الوقت عادي. تمام، تقعد تقسمهم من هنا. حاجة تانية، تاب بوزيشن. تاب بوزيشن ممكن تخليها كده في التوب، تدوس هنا تخليها بوتوم، تخليها اللي انت عايزه، او تخفيها خالص. تمام، براحتك، اقعد العب فيهم. عندك شرينك تاب ديت، اللي هو لو عندك ايه، لو عندك كذا تبويب وصلوا لحد هنا مثلا، التبويب الجديد هيدخل ايه، هيبقى مختفي. تمام، شرينك تاب ديت هيصغر لك حجم التاب بحيث ان هم يخلوهم كلهم ظاهرين ايه مع بعض. تمام، وهنا دي بيرتبهم لك ترتيب ابجدي. هنا بيقسم لك الصفحة ديت نصين. تمام، يعني انا ممكن مثلا ابقى الكود بتاعي طويل جدا، تمام، فانا حطيت الماوس بتاعي في حته وبكتب، تمام، والتعديل بيظهر لي برضو ايه في الحته في الويندو دي. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني انت ممكن تبقى حاطط بتكتب في جزء في الصفحه، تمام، بس عشان الصفحه كبيره، وبتكتب في جزء تاني في اول الصفحه مثلا، وانت هنا في اخر الصفحه. فدي ايه لو انت ايه حابب حاجه زي كده يعني. تمام، عندك هنا اكسباند وكولابس والكلام دوت. لو انت عندك حاجه ايه كود فولدنج زي كده، ده بتسمى كود فولدنج. تمام، فبتيجي عليها وتقول له ايه كولابس مثلا، يقفلها لك. اكسباند، اكسباند هو اللي يفتح لك كله، كولابس هو اللي يقفل لك كله، وهكذا. هايلايت، كارنت لاين، يعمل لك خط اخضر كده عليه. تمام، اهو لو انا واقف على السطر ده، تمام، يديك شوية هنت كده عليه، على الحاجات اللي موجودة في البرنامج. اقعد العب في الحاجات ديت كده. عندك هنا بقى أهم حاجة، publish. أهو خلص، طلع لك الحاجات. بص، ملف HTML تقدر تحطه على موقع، لو أنت عامل موقع تقدر تعمل عليه كل اللي انت عايزه. اهو حط لك فولدر هنا، ومعاك صورك، ومعاك كل حاجتك لو انت ضايف صور اهو. تمام، فحاجة جميلة جدا. بس ده برضو هتقول لي حاجة مش عملية قوي يعني. ليه بقى؟ تخيل مثلا انت عايز تشوف نتيجة الايه، يعني مثلا حاطط شوية تكست وحاجات دي تحت بعض كده، عايز اشوف نتيجتهم فوريا من غير ما ادوس بابلش. هنا بقى اخترعوا لك حاجة اسمها اللايف سكريبت. هو سكريبت عادي برضو زي اللي انت عمال تعمله دوت، بس الفرق ان انت لما تيجي تعمل حاجه زي كده انت بتشوف نتيجتها فوريا، يعني مش محتاج ان انا اعمل بابلش عشان اجي اشوف النتيجه بتاعتها. دي فكره اللايف سكريبت باختصار. تمام، بتيجي هنا تدوس على لايف سكريبت اهو. اه بالمناسبه برضو ايه، في حاجات كتيره الواحد صعب يقعد يغطيها. الفولدنج دوت بتلاحظ ان حاجات زي مثلا ايه، لو انا كاتب هنا اف الس، تمام، اف الس هنا، تمام، تكتب له مثلا كونديشن 5 اصغر من 6، مش عارف ليه معلقة 5 و6 دول معايا. تمام، وبتكتب له هنا انت. حلو، طيب افرض انا عايز اعملها برضو كود فولدنج، على اساس ايه هو اصلا بيعمل كود فولدنج؟ بتروح على بريفرنس، مش فونس بقى، بنروح على فين، اديتور، في اديتور تقريبا، كود فولدنج.
تمام، وبتحدد له هنا الحاجات اللي انت عايف else block مش عارف ايه comments sections switch case مش عارف الكلام ده كله اهو. بص بقت if else ايه code folding برضه تمام. طيب تعال نرجع بقى لده. بص هنا على طول هو ظاهر لك الايه الايديتور حتى مختلف عن اللي فات. يعني هنا انا بكتب كود، يعني هنا مثلا اكتب له ايه if تمام، اكتب الكود على طول انا شايف النتيجة دي فعلا اللي هيظهر في الصفحة تمام. هتقعد برضو تقعد تلعب في دول زي ما انت زي ما انت ايه بتعمل في العادة في اي برنامج. ده هنا بضيف كود تمام، عايز اضيف تكست ادوس هنا على تكست وابتدي اكتب تمام، تقول له بولد تقول له مش عارف ايه، تقول له هنا بولد تمام، تقول له هيدنج، عيش حياتك بقى في الحاجات دي. خلاص خلصت التكست بتاعك نزلت قلت له كود ارجع اكتب لي كود تمام. هنا مثلا لو اقول له ديسبلاي مثلا يعني تمام، وهنا بتكتب كود والحياة حلوة. عايز تمسح مثلا الحاجات ديت بتدوس باك سبيس عليها يشيلها لك. عايز اشيل مثلا دي بقول له ممكن اقول له ايه باك سبيس برضو لحد ما اوصل لاخرها وباك سبيس يرجع لي للي قبلها وهكذا تمام. ده كده ايه سيكشن. طب انا عايز بقى ايه اعمل سيكشن تاني، تيجي تقول له بريك سيكشن سيكشن كمان وهكذا، تقعد تقسمهم سكشن بحيث ان انت تيجي تقف هنا تقول له run section مش عارف ايه الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده. طيب عندك هنا insert الحاجات اللي فات كنت هتقعد تكتبها يدوي او manual تمام، لا هنا automatic. تيجي مثلا هنا تدوس enter مثلا، هنا عايز تضيف صورة تيجي تقول له انا عايز الصورة الفلانية تروح تختار الصورة تمام، هو هيضيفها لك. لو روحنا للديسك توب دي مثلا وتصغر بقى وتعيش حياتك زي اي برنامج انت اتعاملت عليه في حياتك قبل كده. مش بس كده لا، ممكن اظبط السنتر بتاعها واجيبها في السنتر مثلا اهو، هاتها في السنتر، هاتها يمين هاتها شمال براحتك تمام. اقعد العب بقى في العدلات دي عشان تتعلمه. رجع بس الكرسور ايه شمال. طيب تضيف لينك تضيف كود تضيف تيبل اقعد العب فيهم. من ضمن الحاجات المهمة انك تضيف كنترول اللي هو تضيف دروب داون تضيف ايه، بس دي بتربطها بايه بمتغيرات فسيبها لقدام يعني. عندك ايه تاني الحاجات دي قلناها برضو قبل كده. دي بقى حتة ايه مهمة شوية. عايز الاوتبوت بتاعك يظهر لك يعني مثلا دوت يتنفذ الاوتبوت يظهر لك تحتيه ولا يظهر لك على اليمين. هو باي ديفولت بيبقى على اليمين، ممكن تخليه ان لاين يظهر لك ايه تحتيه تمام. نقول run هو لسه ايه بينفذ او الاوتبوت ظهر لك تحتيه تمام. هتقول لي كلام لحد هنا حلو وليت ان ده عملي بالنسبة لي مش عارف ايه، بس تقدر تطبعه على طول تمام. ممكن تسيب لازم اسيب الملف الاول نسيت اسيبه مثلا اسيبه في نفس الفولدر ما علينا. افرض بقى انا عايز اطلعه برضو HTML زي اللي فات تمام، هو ملف واحد التاني كان بيقعد بقى يقسمه لك وبتاع وتقول له بابلش مش عارف ايه، تيجي تقول له سيف از وتيجي هنا تقول له اكسبورت HTML او PDF على حسب انت عايز تطلعه. انا افضل HTML وتيجي تقول له هنا ايه سيف اهو يفتح لي صفحة ويب وفيها نفس الايه النصب. فايه اقعد العب. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا لازم تبقى عارفها مفيش غنى عنها تمام. الحاجات دي تساعدك في برزنتيشن لو انت بتشرح كود معين مثلا الجوريزم انت عملته هتيجي تقسم وتحط النتائج الجرافات. انت كاتب مثلا فانكشن هنا بتطلع لك جراف، جراف يظهر لك تحتيها كده وتيجي تطبع الكلام دوت، يعني الدنيا بتبقى منظمة بدل ما تقعد تعمل الكلام دوت بإيدك تمام. ودي كده كانت تقريبا آخر حاجة ايه انا عايز ايه اقولها بالنسبة لإيه للفيديو دوت. طبعا هشرح الدوال وازاي بنعملها بس هتبقى في فيديو ايه منفصل.
في حاجة كنت هنسى برضه أقولها، أنت ممكن تسيف القيم اللي موجودة هنا، أنا ما قلتهاش قبل كده. أقول لهم سيف وأجي هنا أقول لهم تبقى دوت مات، دي صيغة من صيغ الأكسس تقريبا، تمام، بتفتحها على برنامج مايكروسوفت إكس، تمام. بتيجي مثلا هنا تقول له افتح يا عم، هو بيضفهم لك هنا. تمام، هو المفروض كده ايه ضافهم هنا، بس هم عشان نفس القيم فايه مش اخد بالك منهم وعامل لهم لود اهو. حاجة تانية برضو كنت عايز اقولها، ان انت لما تيجي تنفذ الملف ال untitled او ال untitled m، تيجي تكتب بس اسمه هنا وهو بتنفذ معاك، تمام. وده كان بالنسبة لإيه الفيديو بتاع النهاردة. ده تقدر تقول عليه من أهم الفيديوهات، لأن عرفت ايه الام سكريبت، ايه اللايف ام سكريبت بنستخدمه في او بنحتاجه في ايه، مش لازم على طول تستخدمه، لكن اديك عرفت ان انت لو عندك برزنتيشن بتقدم كود لحد، عايز تشرح لحد حاجة، عايز تحط صور، عايز تعمل اي حاجة، تمام، بدل ما تقعد تكتبها لا تقعد تعملها دراج اند دروب كده، فبتستخدم اللايف سكريبت على طول وتشوف النتيجة بتاعتك فوريا، مش هتعمل بابلش وبعد كده ترجع تعدل وتعمل بابلش تاني، لا لايف على طول، تمام. ده كان بالنسبة لإيه؟ للفيديو بتاع النهاردة.